يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ادعو بما أمرك الله به، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. ادعو للرسول بما ورد الدعاء له به عليه الصلاة والسلام، وهذا يزيد، هذا فائدته لك أنت، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة، ففائدة دعائك للرسول راجعة إليك. الصلاة إذا صليت على الرسول صلى الله عليك بها عشرة، صارت الفائدة راجعة لمن؟ إليك. نعم.